لا أعلم لماذا لهم كلب في قسم الإطفاء. إنه دائما يشم المكان ويعترض طريق الجميع وهو ينبح علي عندما أغني. إنه ليس مجرد كلب عادي، إنه كلب إنقاذ. كلب إنقاذ؟ إنه حيوان أليف. هل يستطيع الكلب استخدام خرطوم الماء أو تسلق السلم أو استخدام جهاز الخلع؟ إن كان ذلك الكلب كلب إنقاذ فسآكل قميص المتسخ. لا لن تفعل، سأغسل ذلك القميص يا فتحي، فرائحته كريهة. أبي أنت مخطئ بشأنه، إنه كلب إنقاذ وأنا سأثبت لك ذلك. الهدف الأساسي من فحص هذه الأدوات المتكرر هو التأكد من عدم وجود أي خلل أو تمزق. سأتحقق من كرسي السلالم. ادفعيني يا أماني. الأفضل من هذا أن تجربه على الأقل على الدرج يا سيد أيمن. جاء فتحي ليصلح المصرف المسدود. ولهذا السبب يجب حزم المرضى وإحكام الأربطة بشكل جيد. ساعديني يا أماني. النجدة، النجدة. فاتن، ما الأمر؟ ماذا هناك؟ مرحبا. مرحبا بك أيضا. أرأيت يا أبي، إنه كلب إنقاذ استجاب لنداء الاستغاثة. أرجوك، هذا ليس مضحكا أبدا، وهو لا يثبت شيئا أيضا. هيا يا أيمن. سامي، هل هو كلب إنقاذ حقا؟ بالطبع هو كذلك، لكن ماذا يستطيع أن يفعل؟ شمشوم يتمتع بحاسة شم ممتازة، لذلك فهو كلب شم رائع. حقا؟ شكرا سامي. ماذا دهاها؟ لكن ماذا يعني تشوبسو؟ ليس تشوب... شمشوم؟ من الذي معه؟ ها؟ أوه لا، هنا الطوارئ، ما الخدمة التي تريدها؟ أريد الإطفائية سامي من فضلك. ماذا؟ محسن عالق عند الجرف؟ هذا العمل لفريق الإنقاذ الجبلي السريع. سأخذ المروحية. أراك هناك. الإطفائي سامي، أنا هنا. لا بأس يا محسن، لكن يجب أن تستمع جيدا إلى ما أقوله حتى أستطيع مساعدتك. مرحبا يا فهد. أولا سنحتاج إلى حبلين هنا. لا تقلق سامي، سأرسلها لك، أعني إلى الأسفل. حسنا يا محسن، سأرسل لك الحبل على الفور. أمسكته. يجب أن تدخل رأسك به يا محسن إلى أن يصبح حول ذراعيه. أنا بخير يا سامي، لقد أمسكته. أنت أمسك شمشوم. محسن، يجب وضع الحبل بإحكام يا محسن. آسف يا سامي، ظننت أنني أعرف ما أفعله وكنت مخطئا. لا يهم، أمسكت بك الآن. ارفعنا يا فهد. تفضل عزيزي محسن، الكاكاو الساخن لتدفئتك. كنا محظوظين لأن الكلب كان معنا، إنه كلب ذكي جدا. حاول إيقاف محسن عن اجتياز اللافتة. أنا آسف، أعلم ما قلته لنا، ولكن إذن لم تجدا نسرا ذهبيا هناك؟ لا، لا أعتقد أنه يوجد الكثير منها في هذا المكان. إنه صديقك الصغير يا فهد. أجل، صديقي. واو، لم أرى طائرا بهذا القرب من قبل. انظروا إلى جناحيه.
شمشوم، لقد جعلته يهرب. لقد أسدى شمشوم لذلك الطائر خدمة، فالمسكين كان في حاجة إلى أن يعود إلى البراري لا أن يبقى. ارجعي إلى الخلف، ارجعي حالا. ولكن افعلي ما أقوله، هذا خطر. أدواتي الجميلة. أوه لا، سأتصل بفرقة الإطفاء. حريق في منزل فتحي؟ لا، الألعاب النارية. وضحت مجددا. حريق في منزل فتحي، لابد أن حادثا وقع بسبب الألعاب النارية. أيما سامي، خذ الشاحنة، سأتولى أمر المكتب. ربما يكون مختبئاً في تلك السقيفة. لا تقل ذلك يا محسن. سامي، نعتقد أن مشمش قد يكون مختبئاً في مشغل أبي. ثانية، سنتحقق من ذلك. أثر له، لم يكن في تلك السقيفة أنا متأكد. أحسنت يا سامي. أحسنت. حمدا لله، أريد أن أعود إلى البيت الآن لأرى إن كان مشمش قد ظهر. سأوصلك. لكننا لم نرى كل الألعاب النارية بعد. لقد رأينا الكثير من الألعاب النارية الليلة. هذا صحيح، مرة ثانية سنذهب إلى عرض منظم، إنه آمن أكثر. لم نطفئ حريقاً كهذا منذ وقت طويل. نعم، كدت أنسى كيف أفعل ذلك. ما كانت تلك الضجة؟ أسمعتها يا أيمن؟ أيمن، انظر، إنه مشمش. الإطفاء، صحيح يا مشمش؟ أتصدقون؟ وجدته جالساً فوق نشرة. أعلم أنه من المهم أن تحضري دروس التمريض وتتعلمي كيف تقومين بهذه الأمور الجيدة، ولكن كيف سأقوم بكل الأعمال المنزلية الإضافية؟ لا يوجد الكثير من الأعمال، سأغيب يومين فقط. أعلم، لكن لدي عمل أيضاً. ماذا لو أراد أحدهم أن أصلح بيته أو أصلح التسرب في الصنابير؟ لا أستطيع فعل ذلك. اسمع فتحي، أنا دائماً أقوم بكل الأعمال المنزلية وحدي. نعم يا ليلى، ولكن ماذا عن محسن؟ ألا يساعدك في الواجبات؟ أتقولين إن فاتن تساعدك على القيام بأعمال المنزل؟ هذا ما أعنيه تماماً يا ليلى، ومحسن يستطيع مساعدتك. أدو أدو دو دو دو، لقد مسحت الأرضية فأصبحت تلمع من جديد، تلمع من جديد. أماني توقفي، الأرض رطبة. آسفة، أنت تجهد نفسك في العمل يا أيمن. سأكون بخير أماني. أوه.
أيمن. هل أنتما بخير؟ أظن ذلك. لم ينكسر شيء باستثناء ممسحتي. محسن، 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 لديك عمل. مرحبا محسن، إلى أين تذهب مسرعا هذا الصباح؟ آها، أنت هنا. شكرا لك سميحة، كان سيهرب. حسنا يا فتحي، هذه قائمة بأعمال اليوم، واثقة بأنك ستكون بخير. لا تقلق يا أمي، سأعتني بأبي. هاها، هذا مضحك. ماذا؟ هل تعطلت حافلتك؟ لا، تحتاج إلى وقت لكي تستيقظ في الصباح. رأيت؟ لدي لمسة بارعة. أوه، حرارة الحافلة مرتفعة، ألست محطة؟ لا لا، إنها بخير، أفضل الطقس الحار على ذلك الطقس الممطر. أوه، أنا أيضا، أشعة الشمس جميلة. أصبح الجو صحواً، سأمضي فترة العصر وأنا أبحث عن صقور الجوالة. الصقور الجوالة، أعرف كل شيء عنها، إنها نوع من الطيور المفترسة، إنها أسرع المخلوقات على الأرض، هل تعلم ذلك؟ في الواقع كنت أعرف، هل تستطيع رؤيتها؟ بالطبع، إن كان لدي منظار. محسن سيحب أن يبحث عن الباز معك يا تامر. إنه الصقر الجوال، وأنا لا أحتاج إلى المساعدة، ولكن يمكنك أن ترافقني إن شئت يا محسن. حقا، هل تستطيع فاتن والتوأمان مرافقتنا؟ حسنا، لم لا، سنقوم برحلة. حسنا، انتبها أيها الرجلان وأيتها المرأة، تخيلوا أن صندوق الخشب هذا يحترق. سامي، هل أستطيع أن أستعير؟ ليس الآن يا محسن، نحن وسط جلسة تدريب. استدعيتكم لمعالجة الطوارئ، أنتم ماذا تفعلون؟ لقد عرف، نفتح الصندوق ونطفئ الحريق. حسناً، لنرى ماذا سيحدث. ازداد الأمر سوءاً. محسن الصغير على حق، الهواء دائما يزيد الحريق سوءا، عندما فتحت الصندوق سمحت للهواء بالدخول، هل فهمت؟ لم أعلم ذلك. سامي، هل أستطيع أن أستعير منظارك؟ لقد أضعت منظاري، وتامر سيأخذنا لنبحث عن صقور الباز الجوالة. حسن. ثم أفض الورقة هكذا وأطويها على طول القطر، ثم أطوي مرة أخرى الخطين ياء فاء وجيم هاء لأرفع الجناحين، وها نحن ذا. خبير الطيران محسن غانم مستعد للإقلاع نحو السماء. مرحبا ليلى.
أيها الإطفائي سامي، راقب هذا. ليس لدينا وقت لحيلك الآن يا محسن، إنه يوم الوقاية من الحرائق، وأنا وسامي أمامنا الكثير من العمل. تفضل أيها الإطفائي سليم، ولا تبالي بأمر والدي. آسف يا محسن، ربما تريني في مرة أخرى. لا شيء يدعو للقلق، مجرد فحص روتيني لنحرص على أن المجمع التجاري آمن من الحرائق، فالهدف من يوم الوقاية من الحرائق هو السلامة. أيها الرئيس سليم، أتمانع أن تثبت السلم ريثما أتفقد إنذار الحريق؟ طبعا سامي، السلامة أولا. هل تتفقدين جهاز إنذار الحريق بانتظام؟ أوه نعم، بانتظام كبير. أوه ما ذلك الصوت المريع؟ هذا هو الفحص يا ليلى، لنتأكد من أن جهاز إنذار الحريق. يا للهول، ما هذا؟ إنه مفاش، وقد علق في شعري. النجدة، أمي النجدة. محسن غانم، النجدة. تمالكي نفسك ليلى، أنا سأمسكه، إنه ليس خفاشا. كما أنت جميلة. أنت لطيف يا رئيس قسم الإطفاء. ماذا؟ عندما قلت إنها جميلة قصدت إن فرغتما فهل لا تفقدنا مخرج الطوارئ؟ حسنا، يبدو أنه يعمل. لا شيء يا أمي، لا شيء. ومعك مكنستي، وهذا أحد أغطيتي الجيدة. أمي أنا في حاجة إليها، سأذهب للتخييم، وكيف لي أن أصنع خيمة دون مكنسة وغطاء؟ تخييم؟ لا محسن، التخييم سيء وخطر و... التخييم ممتع للغاية. مرحبا يا تامر، لم أرك هنا. أنا أحب التخييم والهواء الطلق والنسيم والطبيعة الجميلة، لقد كنت في فريق الكشافة. حقا؟ لابد أنك وقتها كنت أنيقا. أيها الرجلان، أيتها المرأة، حل فصل الربيع وكلنا نعلم ماذا يعني ذلك. الزهور؟ لا يا أيمن، هذا يعني المخيمين والمتنزهين ومتسلقي الجبال، ومعهم تأتي أخطار الحرائق، حرائق النباتات والأعشاب، وكل نوع من هذه الحرائق يحتاج إلى أدوات خاصة. كالمجارف المتخبطة. إنها ضاربات لإخماد حرائق الأعشاب يا أيمن. أخبرني يا محسن، هل سبق أن نمت في خيمة حقيقية أو طهوت العشاء فوق نار مخيم حقيقي؟ نعم طبعا فعلت مرات عديدة. لا لم تفعل، أردت أن تنام في الحديقة مرة، إنما عدت عندما حل الظلام. كنت في الثالثة من عمري. محسن، كنت أتساءل إن كنت تريد أن أخذك للتخييم في وقت ما. أريد ذلك بالتأكيد، سيكون ذلك رائعا. حسنا، ما رأيك أن نفعل ذلك في عطلة نهاية الأسبوع؟ عجبا يا تامر، هذا يبدو رائعا، فالجلوس تحت النجوم سيكون رومانسيا، أحب ذلك. لكن أنا... نعم، أحب الهواء الطلق كثيرا. هذا غير صحيح يا أمي. آمل أنك تدرك ما تقحم نفسك فيه يا تامر. سأخبرك، أنا مخيم خبير يا سامي، وأعرف كيف أشعل نار المخيم بأمان، فقد كنت في الكشافة. آسف يا تامر. محسن اخرجا، يجب أن نعود، وإلا فإن المد سيحاصرنا، نحتاج إلى المساعدة، ربما يراني أحد ما من فوق الصخور. علمت أنه لم يكن هناك ديناصور. بل كان هناك، إنه بارع في الاختباء، هذا كل شيء. فارس،
ماذا؟ هناك، لقد حوصرنا. أجل، رأيتهم قبل ساعتين، أظن أنهم كانوا يتجهون نحو الشاطئ. حسناً، لم يعودوا بعد، والمد وصل الشاطئ. سوف أتصل بالإطفائي سامي. محسن مفقودون. يا للهول، فارس وسارة ومحسن مفقودون. آخر مكان شوهدوا فيه هو الشاطئ. أنزل فريق الإنقاذ الجبلي. فهد سيبحث من الجو، أنا وأماني سنبحث من الماء. سامي، أنا أرى سارة، إنها على بعد 500 متر على طول خليج الجروف الشمالي. شكرا يا فهد، لقد رأيناها. حسنا يا سارة، أمسكت بك. لكن أين محسن وفارس؟ لقد دخلا الكهف وربما لا يستطيعان الخروج. مدخل الكهف مغمور بالماء. النجدة! 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 فارس، انظر، هناك شيء ما يسبغ تحت الماء. يا، يبدو أنه وحش بحري. لكن يا محسن، لا وجود لشيء اسمه أماني. مرحبا صديقي. محسن، عد إلى هنا، إنها أماني. كنت أعلم. لا تخافا، أنتما بأمان، سأخرجكما. لكن ماذا عني؟ سأعود يا محسن، تمسك بي يا فارس. أنا أبارك. لا تقلق فارس، المد ينحسر ثانية، إن مستوى الماء ينحسر. وصلتم هناك في الأعلى. لا تقلقي يا سميحة، سنبذل جهدنا. ثبت السيارة يا أماني. السيارة ثابتة. أسرع سامي. سامي، سأرفع السلم. ارفعيه أكثر وقربيه. حسناً يا مشمش، حان وقت النزول الآن. ليس هكذا، انظر ماذا أحضرت لك. أمسكت بك. حسناً أماني، أنزلين الآن. شكراً سامي. ابقى ثابتاً، سأنزلك. شكراً جزيلاً لك، لقد ارتحت. سامي، شكرا جزيلا لك. مشمش المسكين كان مرعوبا. ولكن لو كان مشمش خائفا لما صعد الى سطح المنزل. انه لا يعرف خطورة السطح. توقفوا مهلا. هل فاتني شيء؟ اريد ان اصور شيئا مثيرا بآلتي. حسنا، لم يكن هناك الكثير من الإثارة، كنت انقذ مشمش من السطح. مرة اخرى. سيفي بالغرض، هل تعيدين القطة إلى السطح من أجلي أنا؟
لا أظن ذلك فاتن. أريد تصوير ذلك. هذا غير ممكن. وداعا فاتن. محسن. ماذا؟ أريد أن أظهر في فيلمك. عرفت. لما لا نصنع فيلما حقيقيا؟ شمها شمشوم. آثر على هنا. جبل الأحلام من ذلك الاتجاه سامي. أعلم. إلى أين يأخذنا؟ ليست غلطتي. مرحبا، ماذا تفعل هنا؟ نحن نبحث عن أماني وعن أمك. شمشوم اشتم رائحة كنزة أمك وقادنا إلى هنا مباشرة. هذه ليست كنزة، إنه فستان وهو لي. لا أصدق أنك أعطيت الكلب الملابس الخطأ ليشمها. أنا آسف، لم أستطع أن أتذكر لمن كانت. هذه لأمي بالتأكيد. انتظرا، لقد تذكرت أين قالت هنا أنهما ستذهبان إلى جبل الأحلام عبر الطريق الطويلة. هيا شمشوم، جدهما. بخير يا أماني؟ أنا بخير والفضل لهنا. أنا سعيدة لأنك تذكرت أن ترسل فريق بحث. بالطبع تذكرت، حتى تذكرت إلى أين ستذهبان متأخرا. سأخذ ممرضة معي في المرة القادمة. هنا ضمدت كاحل المصاب بسرعة. أها، هكذا إذن فعلتها يا أماني. ماذا؟ ماذا فعلت؟ هذا؟ أماني، لقد كشفت السر. لما لم ألحظ ذلك السر؟ يبدو أنك علمت شمشوم حيلة جديدة يا أيمن. Gegen Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam.